اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم. سريعا هنستعرض شويه اخبار قبل ما نروح لنجم الاسبوع، والبدايه من لويس سواريز وهدفي في مايوركا الافضل في مسيرتي. لويس سواريز نجم نادي برشلونه اعرب عن سعادته بعد الفوز الكبير اللي حققه برشلونه امام ريال مايوركا ب5-2 ضمن منافسات الجوله رقم 16 من الليجا في ملعب الكامب نو. سواريز قال لتصريحات لصحيفه ماركا: هدفي انه الافضل في مسيرتي، كانت لدي زوايا صغيره للتسديد، لذلك قررت التصويب بالكعب بهذه الطريقه حيث منحت حارس المرمى خيارات اقل ليتصدى للكره. مدرب مايوركا ميسي مثل اي لاعب اخر، دخل ليونيل ميسي نجم برشلونه في نقاش ساخن مع دي سانتي مورينو مدرب ريال مايوركا، وده في خلال مواجهه الفريقين في الجوله رقم 16 في الدوري الاسباني واللي انتهى بفوز البارسا 5-2. مورينو قال في تصريحات ابرزتها صحيفه ماركا الاسبانيه: هناك بعض اللاعبين الذين هم داخل فقاعه ولا يمكنك التحدث معهم. اضاف مدرب مايوركا انه لاعب مختلف في بعض الامور، ولكن في جوانب اخرى هو شخص مثل اي لاعب اخر ويجب معاملته على هذا النحو. ميسي يفض الشراكه مع رونالدو. ميسي بيسجل ثلاثيه هاتريك في الدقائق 17 41 83، علشان يصبح الاكثر تسجيلا للهاتريك في تاريخ الدوري الاسباني ب 35 هاتريك. وميسي طبعا تخطى وحطم رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق صاحب ال 34 هاتريك. راشفورد وتصريح بعد الفوز على مانشستر سيتي: اللعب بشكل دائم هو سر تألقي مؤخرا. ماركوس راشفورد نجم مانشستر قال السر وراء تألقه اللافت للنظر في اخر لقاءاته مع مانشستر يونايتد، قال ان اللعب او ان هو بيلعب مهاجم بالنسبه له بيشكل دور كبير جدا، لعب كل مباريات الدوري هذا الموسم في هذا المركز ودايما بيتحصل على فرص دائمه للتسجيل. قال عندما تشعر بحاله جيده امام المرمى تتحصل بالتبعيه على فرص دائمه للتسجيل، ولا يهم حينها ان اهدرت بعض منها. كلوب يختار بديل لصلاح وماني من البرازيل. كشفت تقارير صحفيه بريطانيه ان ليفربول بيراقب لاعب برازيلي علشان يضمه في الميركاتو الشتوي المقبل. ووفقا لصحيفه ذا سان البريطانيه، يورجن كلوب مدرب ليفربول معجب بالشاب البرازيلي ايفان يلسون مهاجم فلومنزي. كلوب يعني بيحاول ان هو يتعاقد مع اللاعب صاحب ال 20 عاما علشان يكون خيارا للمستقبل وان يلعب دور البديل في الهجوم مع محمد صلاح او ساديو ماني وروبرتو فيرمينيو واوريجي. طبعا عقد اللاعب البرازيلي هينتهي في فبراير، ومن الممكن ان ينتقل اللاعب الى الانفيلد مقابل 4 مليون استرليني فقط. جيكو يدخل حسابات جوزيه مورينيو. اكدت بعض التقارير الصحفيه البريطانيه ان البرتغالي جوزيه مورينيو بيبحث عن ضم مهاجم جديد خلال الفتره القادمه في الميركاتو الشتوي. ووفقا لصحيفه ميرور يعني ابرز المهاجمين اللي موجودين بالنسبه لمورينيو افضل الخيارات هو جيكو لاعب البوسني لاعب نادي روما، واللي مورينيو حابب ان هو يتعاقد معاه خلال الفتره القادمه. داني بليند: ماني هو كريستيانو رونالدو الجديد. قال الهولندي داني بليند اللاعب الهولندي المعتزل ان السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول هو كريستيانو رونالدو الجديد في عالم كره القدم. داني بليند قال ان ماني هيكون هو المرشح الابرز للفوز بالجائزه العام المقبل في البالون دور، واكد في تصريحاته نقلتها صحيفه ميرور ان ماني هو رونالدو الجديد في عالم كره القدم، وقال هو مهاجم مذهل ويملك كل الجوده، بامكانه التسجيل بقدمه اليسرى او اليمنى او بالراس، وبامكانه صناعه اهداف رائعه. ارسنال يضع شرطا للتعاقد مع ارتيتا. اداره ارسنال وضعت شرط للموافقه على تعيين مايكل ارتيتا مساعد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي مديرا فنيا للجانرز الموسم الحالي. وفقا لصحيفه الميرور اداره ارسنال بعتت واشترطت عقد ارتيتا مقابله مرهقه مع المديرين المتنفيذيين للنادي على غرار المبتدئين لمعرفه اذا ما كان قادرا على قياده الجانرز ام لا. طبعا يعني واضح ان ارتيتا هيتعب جدا علشان خاطر يتولى القياده الفنيه، لازم يقابل المديرين التنفيذيين للنادي علشان خاطر يشوفوا اذا كان ينفع ولا لا، او الاثنين هينفعوا مع بعض ولا لا. ارتيتا هو خيار مفضل لنادي ارسنال لتولي القياده، لكن طبعا زي ما حضراتكم عارفين الخيار الاول والاخير لاختيار المدرب هيتم اتخاذه من قبل ستان كرونكي ونجله جوش ملاك نادي ارسنال.
لاتسيو يكسر عقدة الأولمبيكو بعد 16 سنة. شبكة أبطا للإحصائيات قالت إن لاتسيو تمكن من فك عقدة الانتصارات على ملعب الأولمبيكو أمام يوفنتوس، واللي لازمته لسنوات طويلة لمدة 16 سنة. آخر فوز كان في ديسمبر 2003 من 16 سنة، لما كان روبرتو مانشيني على رأس القيادة الفنية لنصور العاصمة. ساري يمتص غضب رونالدو أمام لاتسيو. ساري عمال يمتص غضب كل اللعيبة. سيطرت حالة من الغضب على البرتغالي رونالدو مهاجم اليوفنتوس خلال مشاركته الأخيرة مع فريق يوفنتوس أمام لاتسيو على ملعب الأولمبيكو في الجولة رقم 15 من الدوري الإيطالي. دقيقة 20 شهدت سقوط رونالدو من تدخل من أتشيربي لاعب لاتسيو على قدم رونالدو. سقط بعدها اللاعب واتنرفز جدا واتضايق، والكاميرا بينت محاولة ماوريسيو ساري إنه يمتص ويعني يحاول يهدي شويه رونالدو بعد ما اشار لي بالهدوء في محاوله لامتصاص غضبه. انسحاب بايرن ميونخ من صفقه هالاند يمهد الطريق لمان يونايتد للتعاقد معه. تلقى نادي مانشستر يونايتد انباء ساره في ظل مساعيه نحو التعاقد مع النرويجي ايرلينغ هالاند مهاجم ريد بول سالزبورغ النمساوي، واحد من ابرز اللعيبه اللي هيكون ليه مستقبل في الملاعب الانجليزيه او الاسبانيه الفتره القادمه. بالمناسبه اللاعب ده هيلعب مباراه بكره امام محمد صلاح، فربنا يستر. مان يونايتد بيتنافس مع أندية كبيرة جدا في أوروبا علشان يتعاقدوا مع نفس اللاعب. لاعب عنده 19 سنة، تألق مع نادي ريد بول سالزبورغ، سجل 8 أهداف خلال 5 جولات بدور المجموعات في الشامبيونز ليج، وأيضا بيتألق كمان في الدوري الألماني. تياجو سيلفا يوجه رسالة لإدارة باريس سان جيرمان بعد فوزه على مونبلييه 3-1 يوم السبت الماضي في الدوري الفرنسي. قال تصريحات تياجو سيلفا لجريدة ليكيبا الفرنسية إنه سعيد لخوضه اللقاء رقم 300 بقميص باريس سان جيرمان، وانه بيشكر كل المسؤولين في النادي على الجهد الرائع المبذول معاه، وفي نفس الوقت بيتكلم على تجديد عقده وانه بيسعى انه يحسم هذا الامر علشان يختم حياته مع باريس سان جيرمان. كوليبالي هو هدف زيدان الاول. طبعا موقع ليتن سبورت ذكر وقال ان زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عايز يرمم دفاع ريال مدريد بالتعاقد مع سريدو كوليبالي اللاعب السنغالي لاعب نابولي اللي بيبلغ من العمر 28 سنة واللي عنده شرط جزائي ممكن يتم تفعيله في صيف 2020. فاريكسون يعيد ايفرتون للحياة. طبعا دان كان فاريكسون المدرب المؤقت لايفرتون يعني تألق في مباراته الأخيرة مع ايفرتون ضد تشيلسي وفاز عليهم 3-1، والمدير الفني ده مؤقت، لكن يا ترى هل يستمر ولا لا؟ ده متوقف على النتائج، لكن في اغلبيه المواقف لما المدير الفني بيتالق ونتائجه بتكون ايجابيه اعتقد ان هو بيكمل. ليفاندوفسكي يرفض باريس سان جيرمان ويتالم لضياع فرصه ريال مدريد. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ليفاندوفسكي يعني رسميا بيرفض باريس سان جيرمان، لكنه في نفس الوقت هو لسه ما حسمش وضعه بالاستمرار من عدمه مع البايرن، وبيتألم لفرصة عدم توقيعه مع ريال مدريد قبل ما يجدد عقده مع بايرن ميونخ.